ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هو هيكون فيديو مجمع على كذا يوم. هشارككم زي الطقوس بتاعتي في العيد، بما ان انا يعني لوحدي وكنت الطقوس دي دايما بعملها مع اخواتي، بنقعد نجهز العيد من قبلها بحوالي اسبوع او كده، فقلت اشارككم الحاجات دي، منها ان انتوا تستفادوا وتتشجعوا ان تعملوا حاجه لنفسكم، وفي نفس الوقت انا كمان اشارككم الحاجات اللي بعملها ونفرح مع بعض ونتبسط ونحس باجواء العيد. انا بصور الفيديو ده او هحاول اصوره بدري شويه بحيث ان هو ينزل قبل العيد بيومين ثلاثه، علشان انتوا لو حد حابب يعمل الماسكات اللي موجوده فيه او يعمل الروتين اللي موجود فيه يقدر ان هو يعمله. هو هيكون طقوسي للعنايه الشخصيه قبل العيد، وكمان اجواء ليله العيد بقضيها ازاي، اللبس بنحط ايه، بعمل ايه، كل الكلام ده. فالنهارده 21 رمضان، انا قلت ابتدي اعمل الحاجات دي بدري شويه زي ما قلت لكم عشان الفيديو ينزل بدري، وقلت النهارده هبدا بازاله الشعر من كل بقى المناطق بتاعت الجسم. انا كل منطقه تقريبا بستعمل لها حاجه، فعلشان كده هتلاقوا في مجموعه كبيره قوي قدامي. ده كريم التشقير اللي هو جولين، اسمه جولين زي ما باين عندكم. ده كريم تشقير انا بستعمله لوشي، لان انا بشرة وشي ما فيهاش يعني الشعر فيها خفيف وفاتح، فمش بشيله، انا بشقره بس. فده ما ينفعش غير للناس اللي هي بشرتها يا فاتحة يا شعرها خفيف، او لازم يبقى الاثنين خفيف وفاتح وبشرتها كمان فاتحة، لان لو بشرتك غامقة او شعرك اسود لما هتشقريه هيبقى يقلب اورنج وهيبقى باين وهيبقى شكله مش حلو جدا خالص على البشرة بتاعتك. ده لوشي، والشفرة دي للبيكيني والاندر ارم. انا ما كنتش بفضلها يعني، بس انا كنت بعمل ليزر واضطريت اوقفه نتيجة الظروف اللي البلد فيها والبلاد كلها فيها نتيجة الوباء وكده، فقفلوا الجلسات الليزر وما عرفتش اكمل. فما ينفعش طبعا لو بتعملي ليزر ووقفتي او ناوية ترجعي له تاني ان انتي تستعملي اي وسيلة تزود الشعر او كده، المفروض اصلا ما تستعمليش حاجة خالص، بس لو هتستعملي يبقى هو الشيفينج وبالراحة خالص، عشان ما تخليش الشعراية تقوى تاني. فانا مضطرة ان انا استعمل الشيفينج. وده الشمع، جهاز الشمع انا صورته قبل كده ليكو وعملت عنه ريفيو، عنه مقارنة ما بينه وما بين السلكابيل، هحط لكم لينك الفيديو بتاعهم المقارنة دي في الديسكريبشن بوكس علشان لو حابين ان تشوفوا الفيديو ده كامل بالتفصيل. بعمل بيه جسمي ايدي ورجلي، وطبعا دي المناديل بتاعته. وبعد ما بخلص بدهن جسمي بالبيبي اويل اللي هو جونسون ده بالكاموميل. تمام، هو معلش الزيت ما خلي دي تتشال، بس ده بيشيل بواقي الشمع من الجلد فحلو جدا. وفي عندنا دي اللي هي السلكابيل، دي صراحة انا مش انا يعني لو انتوا شفتوا الفيديو اللي قبل كده انا قلت لكم ان انا مش بفضل السلكابيل لاسباب كتيره قوي ذكرتها في الفيديو، هحط لكم اللينك وشوفوه. بس انا هستعملها لغرض واحد بس، وهو هستعمل الجزء ده بس منها زي ما انتم شايفين الشفرات الصغيره خالص دي. ليه هستعملها؟ ليه هنا المناطق دي اللي هي ما بين الصوابع بتاعت الرجلين والايدين بتكون صعب تتشال بالشمع وصعب برضو تتشال بالسويد، فبتكون سهله قوي انها تتشال بالملقاط بتاع السلكابيل، فبستعمل السلكابيل للجزء ده فقط. بس كده هي دي وسائل ازالة الشعر اللي انا هعمل بيها. هعمل ده النهارده ان شاء الله، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه بعد ما اخلص، خليكم معايا. ودلوقتي يا بنات عملت خلاص زي ما قلت لكم الازاله للشعر في جسمي، وعادة بدخل اخد شاور ما بعمل ازالة للشعر، فاستغليت ان انا اخد شاور وقلت اعمل ماسك لشعر الوشي. انا اتكلمت عن الماسك ده قبل كده كتير قوي 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 قوي، ده ماسك ذا بادي شوب اللي هو ماسك الطمي والشاي الاخضر.
حلو قوي 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 الماسك ده، منعش، بيدي انتعاش قوي للبشره بحسه، بس هو شويه بيمتص كل الدهون اللي في البشره، لو بشرتك جافه ممكن يضايقك شويه. فحطيته قبل الشاور ب 10 دقايق او ربع ساعه، واول ما نشف دخلت خدت شاور سريع جدا، وبعد ما خرجت دهنت جسمي بالاويل ده. انا كنت اتكلمت برضو عنه كتير قوي ومدحته قوي في وعملت عنه ريفيو، اللي هو اويل سليك بتاع بينك من فيكتوريا سيكريت. بجد بجد الزيت ده رهيب 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 رهيب، لازم تجربوه. ناعم على البشره، بيمتص البشره بسهوله، بيقعد فتره طويله جدا لانه هو بيدهن مساحه كبيره، فبيقعد فتره طويله. ريحته ناعمه ناعمه ناعمه، بينيم جدا. حلو 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 حلو، دهنته وبس كده. هو ده كان اليوم ماشي كده النهارده. في خطط تانية هعملها الفترة الجاية هشارككم بيها، وهجمعهم في فيديو واحد. النهاردة يا بنات يوم 26 رمضان. النهاردة قررت بقى ان انا اخش في الاستيب التانية، وهي هعمل حنة لشعري برضو من الطقوس بتاعتي في العيد، ان انا بحب جدا اعمل حنة لشعري. انا اصلا عموما بعمل حنة لشعري كل فترة، لان بصراحة بتنضف فروة الراس كويس قوي، بحس ان هي بتشيل كل الزيوت واي حاجة متراكمة على الشعر، ده غير طبعا فوائدها العظيمة جدا اللي انا اتكلمت عنها كتير قوي 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 في فيديوهات قبل كده كتير. بجد الحنة علاج لكل مشاكل الشعر، بس عايزة طبعا استمرار عليها لو انت عندك مشاكل وعايزة تعالجيها، يبقى تعمليها مرة في الاسبوع او مرة كل 5 ايام. لكن لو ما عندكيش مشاكل في شعرك ممكن تعمليها من باب الوقاية، وان انت بتجددي فروة شعرك وراسك وكده كل شهر. فانا بحب دايما قبل العيد اعمل حنة، معرفش هي دي طقوس عندي لازم اعمل حنة. فطبعا الحنة دي انا عجناها من امبارح وسبتها تتخمر، فهي كده بقالها يوم كامل، مش ليلة، يوم كامل. عجنتها امبارح الصبح والنهارده هو يوم 26 الصبح، فهحطها على شعري وهسيبها على الاقل من 5 ل6 ساعات، ممكن يوم كامل على حسب ما هقدر انا اتحمل. طبعا انا قلت طريقه عملها قبل كده في فيديوهات تانية، هحاول احط لكم اللينكات اللي انا ذكرت فيها الطريقه في الفيديوهات التانية، عشان في الديسكريبشن بوكس، علشان ايه ما رضيتش اعملها معاكم ونضيع من وقت الفيديوهات بما ان انا قلتها قبل كده. وهعمل كمان الباديكير لرجلي، طبعا دلوقتي كل الكوافيرات قافله، ما حدش بيروح يعمل اي حاجه هناك. انا عن نفسي كنت بفضل الباديكير يكون برا البيت، بحس ان هو بيبقى احسن خصوصا للرجلين، يعني انا بتفرق قوي شكل الرجل لو معموله برا. بس طبعا هنا مضطرين دلوقتي، فدي الادوات بتاعتي انا هعمله في البيت. هنحتاج طبعا طبق كبير وميه سخنه وفيها شاور جل، وبعد كده بقى هتحط فيها رجلك او ايدك ايا كان. ودي الادوات اللي انت هتحتاجيها لو هتعملي باديكير في البيت. ودي الفرشه، هي بس بيبقى لازق فيها قوي الجلد ده ما بيرضاش يتشال. دي الفرشه اللي هي بتاعه صنفره الرجلين، ودي برضو واحده تانية اهي، الاثنين دولت للرجلين. وعندك الفواصل دي لو هتحطي مانيكير بتركبيها علشان ما تلزقش الصوابع بتاعتك في بعض. وفي ده مبرد للضوافر، ده ما استعملتوش، في واحد تاني استعملاه قبل كده فعشان كده ده ما فتحتوش في الكيس التاني. عندي اثنين برضو، ده مهم جدا. وفي كمان دي بتشيلي فيها الجلد الميت من الضوافر، حوالين قصدي الضوافر. وهتحتاجي كمان المقص عشان تقصي ضوافرك، وفي ديان اللي بتشيلي برضو بيها الزوايد الجلدية، والفرشة دي مهمة برضو جدا، دي بتجيبي المعجون بتاع السنان وبتحطي منه شوية وتفركي ضوافرك من فوق، سواء من رجلك وايدك، بتشيل الصفار اللي بيبقى على الضوافر، بتحسي انها مسفره كده وبهتانه، بتخليها بتلمع وجميله جدا جدا، حلوه قوي دي. وبرده لما بتشيلي جلد ميت بتقومي ناطره بيها. وبس كده تقريبا، مفيش حاجه تانية غير دي بتشيلي بيها لو في سواد تحت الضوافر بتاعتك او كده. بس هي دي كل ادوات الباديكير. وطبعا كريم مرطب علشان خاطر تحطيه على الضوافر فيطري الجلد شوية،
وتقدري ان انت تشيليه من غير ما يعورك او يوجعك. بس كده، هي دي ادوات البديكير اللي هتحتاجيها، وانا مش هقدر اعمله قدامكم في الكاميرا، فانتوا تقدروا ان انتوا تفتحوا فيديوهات على الانترنت وتشوفوا الطريقه بالظبط ايه، ولكن هي دي الادوات اللي هتحتاجيها ومش هتحتاجي اكتر من كده، وطريقته سهله جدا جدا جدا، مش محتاجه اي مجهود. وبس كده هعملهم، وهنكمل كده نشوف بعد كده في وصفات تانية هنعملها ولا لا. غرض الفيديو ده او الفيديوهات دي ان انا اشجعكم تعملوا الحاجات دي، وتتشجعوا تعملوا وصفات معايا، مش ان انا اقول لكم الطريقه. لو في حاجات جديده ما عملتهاش قبل كده طبعا اكيد هعملها معاكم وهقول لكم الطريقه بتاعتها. في ماسكات هعملها تانية ما اعتقدش ان انا عملتها قبل كده في القناه، فهعمل لكم الخطوات بتاعتها ان شاء الله. بس كده خليكم معايا ويلا بينا. الحنة خلاص تبتها على شعري حوالي 10 ساعات تقريبا، وهغسلها دلوقتي. الحنة انا مش بغسلها بالشامبو لان بتشيل اللون وبتشيل الفوايد بتاعتها، فانا بغسلها بحمام كريم. الحمام الكريم اللي انا بستعمله حاليا يعني هو ده، مش عارفه اوضح عندكم ولا لا، اللي هو افري ستريند بالكرياتين. تمام، هو ده اللي انا بستعمله. بيرطب الشعر كويس قوي بعد يعني الحنة شويه بتشيل طبعا زي ما قلت فيها مواد قابضه، فبتشيل الزيوت والدهون واي افرازات زياده في البشره او في الشعر، فده بيرطبها فبيدي ملمس حلو جدا بعد الحنة. فحاليا ده اللي انا استعملته وبس كده. هي دي كانت الحاجات اللي انا عملتها في تحضيراتي قبل العيد. في بقى، انا بصراحة كنت مصوره الفيديو ده من بدري علشان خاطر التحضيرات دي من بدري، عشان انزلها لكم من بدري تلحقوا تعملوها. بس حقيقي فعلا مفيش اي تشجيع من ناحيتكم، الكومنتات ضعيفة جدا، المشاهدات واقعه خالص، اللايكات قليله قوي، وانا حقيقي مش عارفه ايه السبب. وده انا مش هقول ان انا بعمل علشان خاطر انا عايزه اتشهر او كده، لا خالص. انا لو بعمل علشان عايزه الناس تعرفني وتبقى تشهر وكده كنت بطلت من زمان، لان طبعا القناه بتكبر ببطء جدا والناس تفاعلها ضعيف جدا جدا، اللي بيشوفوا الفيديوهات. ولكن الانسان لما بيتعب في حاجه بيحب يحس ان في مقابل، بيبسط لما بيلاقي ان الناس بتشجعه فبيستمر اكتر وبيحس ان هو بيفيد الناس. ف هو ده اللي حاصل لي، ان انا باحبط من وقت للتاني، وفي بنات كتير بتعلق لي تقول لي تكتري من الفيديوهات. انا حقيقي نفسي اكتر من الفيديوهات، بس انا بحبط. انا لما بنزل فيديوهات ببقى تعبانه فيها قوي، واتوقع تفاعل ايجابي ما بلاقيش، او بلاقيه ضعيف جدا. فلما يبقى مثلا 200 واحدة مثلا ولا 100 واحدة بتشوف الفيديو من اصله 5000 مشترك، ده قليل قوي. بلاس بقى كمان ان 100 او 200 دول 90% منهم ما بيعملوش لايك، يبقى الفيديو مش عاجبكم. يعني اللايك ده اولا بيرفع الفيديوهات، بيخلي ناس كتير تشوفها، وبيخلي اليوتيوب يقترحها للناس، فبيفيدني ان انا اتعرف للناس ومجهودي يتعرف. ثانيا بيفرحني انا ان انا بحس ان الفيديو عجبكم فعلا. فاللي ارجوه منكم ان انتوا ما تستخسروش اللايك ده، هو لايك هتحطوه، واعملوا شير لو الفيديو فعلا افادكم، اكتبوا كومنت يدعمني ويشجعني ان انا اقدر ان انا استمر فعلا، واكتر من الفيديوهات، وابقى عندي حماس. لان انا بتعب في الفيديو ده، انا عشان اصوره مش بصوره كله طبعا في مرحله واحده، بيبقى فيديوهات متقطعه، بقعد اركبها واقصقص منها واقطع منها في المونتاج، وبعد كده اخلص الفيديو وبعد كده احمله. كل ده تعب عليا وارهاق، فلما ما الاقيش مقابل بقلل شويه من الفيديوهات، بقلل من التعب، بوفر مجهودي، خصوصا لما بتبقي تعبانه او مرهقه او كده، فبتلاقي نفسك ما بتجيش على نفسك. فانا طولت شويه في الموضوع ده، بس حقيقي فعلا كنت محتاجه ان انا اقول الكلام ده. شجعوني، هنزل الفيديو ده النهارده. خلاص العيد خلاص فاضل عليه مفيش كام يوم، فشجعوني ان انا انزل لكم فيديو ليله العيد وتكوسي ليله العيد. في حاجات بقى هعملها تانية ليله العيد، هتبقى خاصه اكتر بالسكراب بتاع الجسم والتعطير بقى واللبس، هوريكم هلبس ايه في العيد وهعمل ايه ليله العيد وكل الكلام ده، وهحط ميك اب ايه، كل الحاجات دي. فعايزاكم لو انتوا عايزين فعلا الفيديو ده ينزل تشجعوني في الفيديو ده، ولما انزله عشان اتحمس واصور لكم الفيديو بتاع ليله العيد. بس كده، وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش زي ما قلت لكم اللايك والشير والسبسكرايب لو ما كنتوش اشتركتوا في القناه، والكومنتات بتشجعني. وبس كده، باي باي.